اخواني السلام عليكم. عندنا الفرجة هذه، الفرجة نتاع فيتو، الفرجة هذه ضعيفة، في صامة تقطع تتعوج، نعانيو فيهم. الفرجة نتاع ستاند قوية، نتاع التيفون قوية، حتى نتاع شنو أقوى منهم. اتفرج، عندك سبيريت وعندك لوفيتو، فرجتهم ضعيفة. باهي، في صورة ما تقطعت لنا وما لقيناش منها، حتى كانت تعوجت وبرا، فهمت؟ بعد نعملوا لها رونفور، ناخذوا لها اكس يكون السي مليان، وندقوها لهنا فورسي، ونعاودوا نعملوا لها شونفران ونسديو. هذا مثلا الاكس خديناه من بواط نتاع سبيريت، بواط ريديكتور نتاع عجله، ما يصلحوش، قصيناه لقيناه يجي بالي، كليناه شويه، موليناه، ملسناه شويه بالموله باش ندخلو فورسي لهنا. ندخلو فورسي، نضربوه بالمقص، باهي خرجنا من غاديك. توا بعد نزيدو نسوديو منه، نعملو له صديرة. نزيدو شوية، دقينا البروش هذايا من هنا، ترسيناها قبل نكملو نقطعوها، حنا ترسيناها من هنا، دبوا التراساج باش تجينا مصاوبة. في صورة ما معندناش تراساج نتبعو معناتها ونتبعوا لونتاي هذه الرينير هذه، نتبعوها نحطوها معناتها مصاوبة مع الفرجة. لازم نحطو لها من هنا مسطرة ونحطو لها حاجة، نحطو قلنا واحدة مع تراساج مع تراساج ونضرب. نقلبوها ونضربوا منها على خاطر نخافوا باش ما تفطسناش هذيا. نشد البونو، باهي نشوفوا لها حاجة نضرب فيها عليها اليوم ولا لا. النحاس، النحاس أقوى، ونضرب. قاعدة تمشي، ها؟ قريب تخلط، استنى، ها؟ قال من لوطا، ايه تبرد انت خذ شو. قاعدة تمشي، طريف اخرى حط، مازال طريف، شكل هكايا. لازمنا نضربو على نبعدو على البوتينات، تريح اخر صعيبة شوية، صعبة هيك طبعت. تو باش نسوديوها، ما دقيناه البروش وعملنا شونفران بالديسكاز، كليناها باش نعبيوها الكل هذيك بالسودير. ماذا بينا يكون الباكيت تكون بازيك
شد هكا نبداو نسوديو ايه عبيناه بالسودير توا شرجيناه مليح كليت كعبة بقيت كاملة نظفناه مليح وركبنا الحكة هذية فهمت متعلبي توا باش نتستيوها وبعد ما سوديناها بالكدا غطسناها في الزيت المحروق عملنا لها تريتمون باش تصح شوية توا باش نتستيوها ركبناها في الليتو في المنقلة هذيك المنقلة بسناها مليح هاكا مسودية مريقلة سوديناها من نقطة تيلانية زاد شرجيناها بالكدا هاك باهي حطيناها باش نتستيوها باش نشوفوها ناخذو لاكس هذايا شد هكا لاكس هذايا باش نحطوه لهنا نحشيو فيه جعبة تكون خشينة باش متعوجناش لاكس نحط الجعبة من هنا حتى باش ندرسيوها هذا كيف كيف الدريساج يكون هكا نكبسوها هنا المنكلة وهنا عادة في النقبة هذه نحشيو بروش اكس باش نحشيو فيه جعبة ما عندناش بروش من هنا هذه تو مش ندرسيوها لبس عليها مصاوبة باش نتستيوها طبعا نجربوها قوية ولا لا هاك ها نتفرج الشوكة اللي كليتها ها التحريكة لا اغزل لي والرداية كيفاش نبدا نجبد ها ها نبص عليها